عندنا النص ستار بنعملها ازاي؟ اي نوع فواكه هتشتغل معاك، اي نوع، موز، برقوق، بس انا بعملها بطريقه حلوه قوي. نص ضربه يعني ما بتضربيش الحاجه كامله، تخليها بتجرش كده تحت سنانك. فانا بعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي اول حاجه خلاط اجيبه واظبطه. يلا نديها برتقان الاول، اقشره، ودي اسهل طريقه تقشير البرتقان والله، ده البرتقان البلدي ده اسهل طريقه له. ماشي. كيوي. ايوه يا صديقي القصر. انت طول عمرك نزيه يا استاذ جمل. بسكوت. اهو ممكن نقشر كده الكيو برضو اهو. اهم حاجه كده في شوكه كده في الاخر كده بتاعت الكيو ديت لازم تتشال اهي، شايفين؟ عايز اوريها لكم بس عشان تبقى انتوا عارفينها، عشان انتوا بتاكلوها ما تقفش في زور حد. دي كده بتبقى من تحت خالص كده في حته كده اهي، دي يا جمال بص تبقى عامل ازاي، ما اعرفش هتعرف تجيبها بالكاميرا، بالكاميرا المجرده ولا لا. انا عندك اهي بتبقى في الاخر خالص اهي، الشوكه دي نشيلها كده اهي، تبقى حتى شديده جدا بتاع، بتقف في الزرع على فكره وتعمل مشاكل والله ومحدش بيحس بيها، هي بتبقى من دي. ونيجي بقى للمفاجاه الكبيره، مفاجأة برنامج المطعم، اصحى للبرقوق. برقوق عندي هنا مختلف تماما يا شباب، اوعى وشك. بيبي برقوق حاجة جامدة جدا، على فكرة طعمه حلو قوي. أهو شايفين؟ والله جميل أهو. بص يا باشا أهوت ما شاء الله أهوت حاجة إيه؟ أهو كده. ما بيبقاش في بذر خالص، خلي بالك. أهو بص. بص مفيش. ايه يا شباب ده؟ قالوا له قلت لهم يا جدعان لا ده شيري توميتو. بس تمام يعني شغال اهو، طعمه حلو قوي على فكره. البرقوق ده الواحد كان بيشم ريحته من زمان على بعد. كل فاكهه بنقطعها كده بنحطها جنب بعضها. نيجي بقى للكنتالوب، هوب هوب اوعى الكنتالوب. تمشي بالسكينه كده اهوت ايه براحتك كده اهوت، هتلاقي الحاجه بتقشر معاك بكل سهوله اهي. لا والله ما فيش حاجه متعبه خالص يعني، ليه بتقشروه يا جماعه؟ قشروه كده الاول وبعد كده افتحوه نضفوه، بعد كده تلاقي الموضوع سهل قوي اهو، اسهل حاجه في الدنيا. لا بيني وبينك في حته كده بعد القشره كده ما بحبهاش، عشان كده ساعات بايه بفتح يعني بخش شويه عليه. انا ممكن اقشرها لك على فكره قشره بسيطه جدا، لكن في حته كده بعد القشره بتبقى سميكه كده ما بتبقاش حلوه في الاكل، بتضيع الطعم والله فعلا، الحلاوه بتاعت الكانتلوب فعلا يا جماعه، فبشيلها اصلا ما بعترفش بيها. يبقى عندنا معلقه صغيره الكنتالوب اهوت، مش عارف اهو ماله، ماله القصه بتاعت الكنتالوب مش عارف، في طريقه التقطيع اهو. بس البنات عندنا في الكنتالوب بيتكلموا بيقول لي لا ده صعب قوي في تقشيره. عنب وادي الكنتالوب والبرتقال والكيوي والموز. كده يا باشا بقى ايه زي الفل. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي شويه تلج
سكر وشوية نعناع. ده موضوع كبير قوي. نقفل ونشغل دول لوحدهم. عايزين ميه. اوعى السموزي. حط شويه ميه كمان. انا عايز اقسم اصلا الكميه ديت على اتنين. ممكن نحطها الفواكه دول ونقوم حاطينهم هنا. بس ونديها ايه بقى؟ نص ضربايه عشان كل حاجة تبقى باينة. هوبا، خلي بالك خلي بالك. بس انا لسه هتقل تاني، هشيل ده اصلا واحطه في معيار يا جم جمل. وعارف ايه هحط لك اهو. هناخد الفواكه ديت هنعمل خفيف وهنعمل تقيل اهو. بس علامي ده نعناع مع السكر مع البص الفواكه. بص الشكل عامل ازاي اهو. الفاكهه باينه، القطع بتاعت الفاكهه باينه نفسها في الايه. الله الله الله. ممكن نحط شوية هنا بس عشان ننتقله.